أم أم يلعنك حيوان. اسمعني، هي طلبت مني جانو. هي عزمي، دير بالك على البنت. حاضر جانو. خلص خلص خلص، مضت. قوم، ما في شيء، خلص. خدي اشربي شوية مي. قديش طلعت واحد سافل وقليل شرفه لك قادر؟ جانو فهمتوا الشغل غلط. شو اللي فهمتوا غلط؟ بدك يقولوا علينا منعتدي على اعراض الناس يا كلب؟ ليك جانو، نحن منشان نخطف بنت من سلالة رجا. طلع فيني يا قادر، نحن عنا قضية، ولحتى نموت رح نضل اصحاب قضية. ما في بيننا محل كلاب مثلك. لا تؤاخذني جانو، ما بقى تتكرر. طبعا ما رح تتكرر. غياس، ارمي هالكلب برا. امو لك. جانو. ام جانو، سامحني جانو، ما بقى تتكرر جانو. ما بقى في مهرب يا قادر. بكتابنا الكريم جزى اللي بيمد ايده على الشرف الموت. غياس. ايه جانو. نظف هالكلب، ما بدي حتى عظامه يبينه. لبسوا البنت شغلة مناسبة، شغلة بتناسب الفلا. طيب ماشي، يلا نروح. شو صار؟ شو قالوا عن زليخة؟ ما فهمت منيح على التليفون. نقلينا على المستشفى، بدنا نروح أنا وأبي لحتى نشوفها. بحاول ما أتأخر. ماشي، إذا عرفتي شي أكيد بتصل. أنا بحبك. وأنا كمان بحبك. رح تمضى. رح تمضى معك؟ بس ترجع مروة من روح من هون. رح نروح بدون ما نتطلع لورا. إذا رجعت أكيد أكيد رح ترجع. يلا بابا. اسم زوجك كان ناجي، ما هيك؟ ايه ناجي. يمكن زميلنا بالمهنة، اختصاصه داخلية. بتلتقوا كتير؟ طبعا، ما بفوت ايام للزيارة، احيانا بغير ايام للزيارة. الله لا يحرمنا من مدير السجن، عم يتفهمنا. اصلا كان شاهد زواجنا. امتى التقيتي بزوجك اخر مرة؟ بارح بالليل. بارح؟ اجى على القاموس، السجانة دخلته، علاقتنا ظريفة، الكل كانوا نايمين. قعدنا وحكينا شوي، بيعجبه شعري كتير، لعبلي بشعري. بعدين. وبعدين؟ قبل طلعت الشمس بشوي راح. راح على مهله، دايما هيك، لما بتطلع الشمس بيروح. زليخة، بتعرفي ليش جاية لهون؟ لكان ما بعرف. في ناس مطالعين إشاعة تافهة إنه ناجي مات، وبدهم ياني صدقهم. ولما ما صدقت فكروني مجنونة. هالبشر غريبين. إيه، معك حق. نحكي عن عيلتك شوي؟ ما منقدر. ليش؟ لأنه ما عندي عيلة، ما عندي حدا. في ناجي، ناجي وبس. أهلا وسهلا. تصلي بالمدام جوليا. جوليا كريمة أوكلو. أنا آسف، المدام ما بدها نحول تليفونات على غرفتها. طيب رقم غرفتها.
أنا آسف ما بقدر أعطيك إياه، هيك بدها المدام. أنا جوزها حبيب. ما بقدر، نبهتنا عن الكل. هيك حابب أقول لك شيء أكلي. قلت لك قديش رقم الغرفة يحكي. 242. خليك هون. أنت روح على السيارة. ماشي معلم. منروح على بحيرة نمرود؟ بدك نطلع على قلعة أورفا كمان؟ ايه منطلع. مين؟ افتحي يا دانا. ما بدي اياك تجي لهون. افتحي الباب. بابا؟ سيفو اذا ما بدك تصير فضيحة روح من هون. ليش من ايمتى انا باكل هم الفضايح؟ افتحي الباب احسن ما اكسره. بابا بالاخر عملت اللي براسك. قلت لك بدي اعملها، قلت لك بدي اتطلق منك. اي الله لمي غراضك. مو رايحه على محل. جوليا لا تصعبي الشغله ماشي. شو بدك تعمل؟ طوصني كمان ولا بتطلب الشرطه؟ اه لا علاقتك مع الشرطه مو منيحه، بس انا بقدر اطلبهم. خليكي تندمي على اليوم اللي ولدتي فيه، مفهوم؟ بابا لا تعمل هيك مع ماما. سليم حبيبي شو عم اعمل مع امك؟ انا فهمتني غلط. يا سيد ممنوع الوقوف هون. كم دقيقة بس، هلأ ماشيين. ممنوع أخي، صار لكم فترة واقفين، رجاء لا تصعبوا علينا. ماشي منروح. حاضر أخا. صوب لشوف اصحاب هذا. روح من هون، روح وإلا بطلب لك الشرطة فورا. اطلع من الغرفة. ما بتقدري تاخذي ابني جوليا، ما بترك لك يا المحكمة اللي بتقرر. بالآخر بدي اتطلق منك وبتشوف. بابا الله يخليكم لا تخانقوا، عم تخوفوني. ماشي رح روح هات المسدس، بس متواجه بأقرب فرصة يا جوليا. نلتقى بالمحكمة يا سيفو، بالمحكمة. أنا ما بدي يصير هيك، فهمت؟ أنا ما بدي عائلتي تتشتت، بدي نرجع نجتمع أنا وأنت وأمك. ماشي؟ احكي مع أمك. بحكي. ماشي؟ يلا لشوف. ما بتركك جوليا، ما بتركك. ليش قلعتي أبي من هون؟ سليم حبيبي أنا آسفة. ليش قلعتي؟ ليش قلعتي أبي من هون؟ بس ليك سليم، سليم حبيبي. يحيى أمر آغا. استنى هون، وقت بيطلعوا لبرا بتلحقون، بدي أعرف كل محل بيروحوا عليه. تأمر آغا. فر بيني قربتي.